معرض دولي للكتاب. بالنسبة لسؤالك على مستوى الجديد، هناك يعني كجناح E32 هناك مجموعة من الكتب الجديدة والإصدارات. فبطبيعة الحال طريقة الإصدارات تعتمد هنا على طريقة السلاسل. لدينا مجموعة من السلاسل كسلسلة قصر، سلسلة قصص وعبر، يعني تتحدث عن مجموعة من القصص والعبر. لدينا سلسلة علماء المسلمين تقريبا ما يقارب 20 إصدار تتحدث عن مجموعة من العلماء المسلمين كالجزري كابن سينا. لدينا كذلك مجموعة من الإصدارات التي تحيي إن صح القول الفكر الإبداعي في الطفل وتنمي مهاراته وقدراته على التواصل. بالنسبة لي يعني أظن اليوم الأول أعتقد إقبال جد ممتاز على 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 الكتب، خاصة على هذا النوع من الكتب. المشاركة الأولى لنا بدولة المغرب بالرباط، بالنسبة للإقبال أول يوم يعتبر ممتاز. بالنسبة للأسعار، أنت سألتني على الأسعار، بالنسبة للأسعار إحنا عاملين تخفيض 40% على كل الكتب. في عندي إصدارات جديدة، منشورات جديدة، وبالنسبة للإقبال زي ما أنت شايف ممكن تصور يعني الأمور تمام الحمد لله والوضع كويس. هذا العام الثاني في الرباط في دار هذا المعرض هذا، وفعلا السنة الماضية كان إقبال على المعرض في الرباط. وحنا بالنسبة لنا كنتواجدوا في الرباط يعني عندنا واحد أخف من الدارات ديال الدار البيضاء، لأنه الدار البيضاء كنا كنمشيو كنتكرفصوا في الحقيقة، كل نهار الواحد كيمشي ويجي، ولكن الرباط يعني كنتمناو إن شاء الله هذا الشيء هذا يستمر. وفي نفس الوقت ما كرهناش المعارض يكونوا جهويه، كل مره مثلا يكون معرض في واحد المنطقه معينه. وفي نفس الوقت انا كنشوف بانه الرباط يعني حقيقه خاصه معرض ديالها بوحدها كما في الدار البيضاء. اما بالنسبه للاقبال يعني كيظهر لي بانه نهار الاول اليوم يعني عاده نهار الاول كيكون هكذا كيكون خفيف شويه، ولكن السبت والحد كيكونوا الزوار، رغم انه دابا الوقت هذه شويه وقت امتحانات بالنسبه للطلبه والناس اللي هما بعاد واللي كاين مشاكل اخرى، ولكن كنتمناو الاخوان اللي هما مسؤولين على هذا الشان باش يفكروا في هذه المساله هذه مستقبلا. جميع الحالات يعني الفكره مزيانه باش المعرض يكون في الرباط ويكون في هذا الوقت بالخصوص، يعني يكون نهار طويل ماشي في وقت البرد، يعني الشهر جوج كيكون البرد ويكون نهار قصير وفعلا يعني شويه قاصح. شي اللي كاين ولا اتمنى من طبيعه الحال اتمنى كتعرف الكتاب يعني هو راه كيعاني امرين، يعني الا الواحد ما هبطش من الاتمنى راه غيبقى جالس ما غيبيع ما غيشري. لذلك حنا مساله طبيعيه باش نقدموا تخفيضات للزملاء ديالنا باش يجيو يعطيو الكتب وياخذوا داك الشيء اللي بغاو. اتمنى ما بين 15 حتى 30%.